اهلا بحضراتكم مره تانية في كلام هوانم، وبنرحب طبعا بضيوفنا اللي منورنا النهارده في بلدنا بقى مصر، وكمان عندنا في الاستوديو بلدهم الثاني. اهلا بحضراتكم. اهلا بيك. الفنان عبد النور حسن، اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. الفنان طارق بونو، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. طبعا حضراتكم من الجزائر. نعم. اهلا بيكم منورنا. الله يخليك. وكنا عايزين نعرف بقى، يعني انتوا اصلا بداياتكم في الجزائر وعايشين في الجزائر؟ والله يعني في الحقيقه انا بدايتي الفنيه كانت في الجزائر، وعايش في باريس، عايش في باريس، والشغل تاعنا يعني ما بين باريس والجزائر. وجينا مصر في رحله فنيه، كانت عندي تصوير فيديو كليب لاغنيه جديده، وهذه الاغنيه من كلمات والحان تونسيه، يعني الحان الأستاذ معز الكعباشي وكلمات خالد العبيدي. هي أغنية رد السلام اللي كنا صورناها مبارح في استوديو هنا في مصر من إخراج جمال أمل. والحمد لله يعني لما جيت مصر لقيت كل الترحاب، وأنا فرحان يعني كثير، الجو ملائم، يعني جو فني كما نقولوا احنا. هي مصر أم الدنيا وبلد الفن وبلد الفنانين، الحمد لله يا ربي. الحمد لله. منورنا طبعا. استاذ طارق، برضو حضرتك قول لنا، انت بدات برضو في الجزائر ولا ايه؟ ابتديت في الجزائر، والحمد لله يعني ايضا ما بين الجزائر وتونس، وعارف يعني بدايه الغناء كانت اكيد احنا تربينا على اغاني عربيه. ولكن انا اقول لك، انا اول ما ابتديت اغني، حقول لك صراحه، انا ابتديت اغني اغاني لام كلثوم واغاني ورده، وبعدها منهم من هذو العمالقه حبينا الغناء وحبينا أن ندخل هذا الميدان، والحمد لله. ولكن للأسف يعني كنت حابب أكمل في الغنى العربي اللي هو ماشي مثل أغاني أم كلثوم وردة، ولكن كان لازم علي أغني أغاني بلدي الجزائر، وغنيت الراي. والحمد لله يعني قدرت نوفق بين الراي وبين الشرقي شوية، والحمد لله يعني لقيت مكانتي. ونحمد عليها ربي يعني. وهذه الجية تاعي لمصر مش أول جية. كانت جيتي الأولى كانت من قبل، وكانت الحمد لله لقيت مساعدات، ولا مرة لقيت باب مغلق قدامي في مصر، الحمد لله. وربما كانت من ضمن الناس اللي هم رحبوا بي على غرار المصريين، الفنانة وردة الجزائرية اللي كنت أنا معتبرها الأم الثانية تيعي هنا في مصر، اللي ولا مرة لقيت بابها مغلق قدامي، العكس لقيتها بابها مفتوح. بيتها كان بيتي، كنت معتبرها، الله يرحمها، كنت معتبرها الأم الثانية تيعي في مصر، رغم أنه مصر هي أم العرب وليس أم المصريين ككل، هي أم العرب ككل. والحمد لله يا رب. بس الزيارة بقى المرة دي مختلفة، يعني أنتوا جايين لنا في أجواء أصلا إحنا برضو كلنا يعني فرحانين ومبسوطين بنجاح الانتخابات اللي كنا بنمر بيها، واكيد كمان يعني احنا حسينا كمان من مشاركات الدول العربيه ان هي كانت، الدول كمان كلها اللي حوالينا ان هي كانت مشاركه في الفرحه. هو كمان يا عبير استاذ طارق، واحنا في الفاصل بيقول لك احنا هو زيارته المره دي مختلفه عن اي مره لانه حس احساس تاني مختلف. احكي لنا بقى عن تجربتك امبارح تحديدا. امبارح كنت في بلاتو تصوير اخي وصديقي لما كان يصور اغنيته رد السلام، وانا مروح ماشي على المعادي. يعني صراحة لقيت أجواء حفلات خارجية، ويعني تحسي أنك مانيش عارف، يمكن يوم استقلال، عيد عيد، يوم استقلال، يوم ما نعرفش، أو أيام، مهم تحسي أنه في فرحة جواتك، فيه نار كده في كذا، تحسي أنه أجواء والأعلام والناس بتغني وكل اللي عارف حاجة حتى بيغنيها، والأغاني اللي هي كنا مشغلنا أيام الانتخابات هم برضو مشغلينها في عربياتهم وماشيين بيها. أنا عديت على مسرح، عديت على مسرح عاملين كده أضواء كشفة وعاملين بيغنوا. تمنيت لو أمسك مايك وأغني لهم الأغنية اللي حنقدمها لكم الآن، أغنية زاهيين اللي هي معناها فرحانين. كنت تمنيت أني أغنيها للجمهور، وباش نوصف لهم أنه حتى الجزائر أيضا فرحانة مرور الانتخابات، يعني الفرحكم ونزعلوا لزعلكم. والحمد لله يعني اخترتوا الرئيس المناسب للدولة والاستقرار، ونتمنى الاستقرار للشعب المصري. الحمد لله يا ربي. أنا فرحت كثير كي شفت البارح الفرحة في عيون المصريين، وفرحنا وزهينا وعيطنا عجباني قوي كلمة زهينا. احنا عيطنا يعني صرخنا زي ما يصرخوا، مش عيطنا يعني بالمصري.
هنتكلم شويه جزائري. انتوا عيطتوا عندكم يعني صرختوا؟ صرختوا مش يعني عيطتوا دموع؟ لا مش عيطنا دموع. بيقولوها دي على فكره في الصعيد. والله عيطنا يعني صرخنا؟ مش عيطنا اللي عيط على حد يعني صرخ على حد. صرخ على حد. نادم عليه. 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 واحنا فرحنا كثير لفرحكم والله فرحنا كثير. انا اكثر من مصري بيقول لي علمني كلمات جزائريه وهذا شرف لي. واحنا حبينا احنا نتكلموا بالجزائري. بنحب كل الهوايات. باش نوصلوا اللهجه الجزائريه. لاني انا شفت معظم الفنانين لما يجوا من البلدان الاخرى يتكلموا بالمصري. لا لازم نعرفوا باللهجات الاخرى. مظبوط. اللهجات الاخرى باش الشعب المصري ولا اي شعب البلدان العربيه يفهموا شويه اللهجات الاخرى. دي حاجه حلوه ان نبقى كلنا متبادلين اللغات بتاعت بعض نبقى عارفين نتواصل يعني. بمناسبه كلمه زهين بقى عشان انا معجبه جدا بكلمه زهين عجباني قوي يعني الكلمه كده لوحدها فيها فرحه كده لوحدها. طيب تسمعنا استاذ طارق بقى زهين. اوكي. يلا. اوكي ماشي. جميل. الله حلوه الاغنيه حلوه ومفرحه وجميله مبهجه. ستيل هاوس على رايي. بس هي طبعا فيها كلمات احنا مش فاهمينها اكيد يعني. لا عادي تقول ديما زاهيين فرحانين. انتوا الوين الوين تعالوا عندنا وافرحوا واحنا ان شاء الله هنكون معاكم دايما زاهيين. يا رب. فرحانين يعني. يا رب دايما زاهيين. دايما فرحانين. يا رب. ان شاء الله. الالحان الجزائريه مختلفه عن اللحن المصري؟ اكيد لانه يعني كل بلد عندها طبوعها الفني واكيد يعني هذه حاجه باينه. ولكن لهنا عندهم الشرقي الطربي والشرقي ولكن لحن الراي مختلف تماما. انتوا بتتميزوا عموما بلحن الراي يعني حتى الشاب خالد كده يعني يمكن اللي فلت منكم ورده هي اللي غنت شرقي. لا مش ورده كاين اصوات كثيره كاين كاين زكيه محمد كاين فله اللي احنا نعتبرها سلطانه الطرب عندنا كاين فله كاين اصوات وبدليل ايضا الاستاذ عبد النور حسن يغني شرقي. يعني الاغنيتين اللي عملتهم هنا شرقي برضو. في اغنيه عملتها شرقي اللي صورناها امبارح وفي اغنيه جديده راح نصورها نسجلها غدوه ان شاء الله. انت قلت لي ان في اغنيه منهم تلحين مصري. تلحين مصري. هذه الاغنيه جديده هي من كلمات الاستاذ عليم والحان الملحن القدير فيكتور يوحنا وتوزيع موسيقى وتوزيع امير نتان. راح نسجلها غدوه في الاستوديو يعني هي بكرة. كلها كلها مصريه. ريتم مصري كلمات مصريه الحان مصريه تسجيل مصري وحتى الكليب راح نصوره هنا في مصر. ده اول حاجه ليك بقى كلها مصري. هذه اول حاجه كلها مصري. الثانيه رد السلام هي اغنيه من تلحين ملحن تونسي هو معز الكعباشي. اما الكلمات مصريه خالد العبيد يعني كلمات مصريه والريتم فلامينكو. الريتم شويه فلامينكو واسبانيول. نسمعها بقى ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل. لا الله استاذ عبد النور. انت طول الاغنيه بتقول لها ردي السلام هو بالعافيه. مش راضيه ترد السلام. خلاص هي ردي السلام قالت لك لا خلاص. بس مين بقى اللي بتقول لها ردي السلام ومش عايزه ترد عليك؟ بس في الاخير صالحتني فعلا. ايوه. مين دي بقى قول لنا؟ والله هي انهار واعترف في كلامها. وين هي يعني في الحقيقه في الحقيقه بطلة الكليب. ده في الكليب في الحقيقي بقى مين اللي بتقول لها ردي السلام؟ والله في الحقيقي ما فيش. ممكن تكون مصريه ممكن. والله احنا والنصيب كما يقولوا. انت عشان كده بقى جيت عملت كل حاجه هنا مصريه. انت يعني بدرت بخطوه خير اهو. كلش 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 بدرت بخطوه خير وان شاء الله يكون خير. يا رب يا رب يجيب لك الخير كله ان شاء الله يا رب. حضرتك قلت لنا استاذ طارق ان انت يعني بتحب تغني الاغاني بتاعه الناس القديمه او الطرب القديم اللي برضو احنا كلنا لحد دلوقتي بنحب يعني نسمعه. الناس الجديده اللي بتطلع او اي حد بيطلع جديد برضو بياخد منه ويغنيه الاول وبعدين يكمل بعد كده. فغنيت لمين بقى؟ غنيت كده يعني حفلات وحاجات كده ام كلثوم ورده عبد الحليم عزيزه جلال كده اصوات يعني مسكه لانه احنا تربينا اصلا على سمع الاصوات كلنا صحيح. اصوات العمالقه واصوات الناس اللي هي بتبقى في حتى شاديه تصوري حتى اغاني افلام زمان احنا كنا نحفظوها يعني حتى اغاني اسماعيل اسماعيل ياسين يعني اغاني تبقى في الاذن بنبقى ندندنها نغنيها يعني احنا اصلا كبير زي مثل ما قلت لك انه احنا كبرنا على غناء العمالقه
يعني انا مش شايف انه كل الوطن العربي ما كانش واحد اللي هو خلق فنان وما مرش بمرحله سماع الغناء النظيف. بالنسبه لي انا اشوفه نظيف. صحيح. غناء نظيف. غناء مدرسه هي مدرسه. مثل ما قال لك استاذ عبد النور المدرسه هذيك ما كانش واحد محمد عبد الوهاب وسيده ام كلثوم هي مدرسه يعني في الغناء. لازم اي فنان يحب يمشي الطريق الصحيح يعدي على هذه المدرسه. صحيح. والقواعد تاعها. حضرتك بس قلت ان في اغنيه لورده انت خدتها وعدلت شويه، مش عدلت، عملتها على طريقه الراي صح؟ هي يا قمر. مع احترامي لكلامك استاذه انه ما عنديش الحق على اني انا اعدل على عمل عملاقه مثل فنانه. مش عدلت قصدي غيرت في اللحن. لا ما غيرتش ايضا في اللحن. حطيت موسيقى ربما مختلفه على الموسيقى تاعها الاولى اللي هي الشرقي الريتم. حطيتها ايقاع راي شوي. طب بلاش غيرت ولا بدلت، زودت مزيكا. حتى زودت ما اقدرش ازود. اما انت عملت ايه؟ لا عملت ايه؟ عملت ايه؟ لا غنيتها بطريقه راي ولكن الكلام بقيت محافظ على الكلام. حافظت على الكلام وحافظت على اللحن وبقيت لاحظ على الموسيقى. حتى مؤخرا كنت ندندنها انا والاستاذ الملحن الكبير صلاح الشرنوبي. كنت عنده في المكتب انا والاستاذ عبد النور ودندنت معاه الاغنيه نفسها هي بعد يا قلبي من رادا كريدو. ويعني حتى كي اسمعها مني عجبته. طب بلاش كل المصطلحات اللي قلناها، حطيت عليها التاتش بتاعك ماشي. برافو. يلا جبت لك الكلمه المناسبه. برافو. هي الاغنيه هذه اللي انا حبيت قدمتها منذ مده تكريما لروح فنانه وإنسانة عظيمة في حياتي أنا شخصيا. حياتنا كلنا الحقيقة. أنا بعشق كل أغانيها. أنا ربما تعودت أني لما كنت نجيب مصر من قبل تعودت على أنه لما نحب ناكل أكلة عندنا أكلة جزائرية اسمها الكسكسي. الكسكسي كي نحب ناكله كانت وردة جزائرية تقول لي مثل أرواح يوم الجمعة مثل عندي كسكس أرواح عندي كول كسكس. يعني الآن في مصر كي نحب نشم ريحة وردة صحيح. ربما نمر على المنيا السعود شارع السعود ستسكن او نكلم او ربما تلقيني مع فاطمه بكري اللي هي كانت صديقه تاعها والمكيور تاعها لمده 30 سنه نشم فيها ريحه ورده. يعني اكيد هي انسانه والحمد لله. امبارح وانا مروح رايح للمعادي في السياره في التاكسي اللي انا ماشي فيه باقي بس يحط اغاني ورده حكايتي مع الزمان وكذا. شفت المصريين كيفاش متعلقين بوردة جدا جدا جدا. يعني سبحان الله بتفرحوا انتوا بقى يا استاذ عبد النور لما تحس ان احنا فعلا ورده وفله والناس كده ان احنا. والشاب خالد طبعا له اغاني كتير احنا بنحبها كمان. بتبقوا فرحانين بقى كده ان انتوا يعني احنا فرحانين لان نعرف ان مصر يعني من زمان هي البلد اللي تحتوي كل الفنانين. صحيح. اي فنان يجي وعنده موهبه وعنده صوت ويعني يرحبوا به ويفتحوا له الابواب الكل ويحتويوه. هذه يعني معروفه ان الشاب مصري والملحنين والميدان الفني في مصر هو ميدان الاحتواء للاصوات احنا العربيه. احنا دايما طبعا بنرحب كل الاصوات العربيه يعني طلعت من مصر وبنرحب باي حد يجي لنا مصر بلدكم الثانيه دايما. ويعني بنشكركم النهارده على وجودكم معانا. وهنختم بقى بالاغنيه بتاعت ورده من صوت حضرتك ان شاء الله. يا قلبي من رادا كريدو. انا كمان برحب بحضرتك واحنا هنختم بالاغنيه بتاعتك يا قلبي من رادا كريدو. طبعا بنتمنى لك يا استاذ عبد النور كل التوفيق ان شاء الله. اكيد هنشوفك بقى في مصر كتير بما ان انت ان شاء الله ربنا يكرمك وترتبط بمصريه. يعني بقى عندي مشاريع كتيره هنا في مصر مع كبار ملحنين وان شاء الله في اعمال كتيره ان شاء الله. ربنا يوفقك ويوفق حضرتك طبعا يا استاذ طارق. نورت كلام هواني. شكرا. قبل ما اغني اغنيه نحب نشكركم اكيد. نشكر قناه الحدث اليوم. نشكر برنامج كلام هواني وكل الطاقم عليه اللي رحبنا من اول ما دخلنا من باب مدينه الانتاج. شفتوا شاي بالقرنفل؟ كل حاجه. يعني نشكركم ولينا الشرف على ان كنا معاكم اليوم. وللمرة المليون نهنيكم على فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي وألف مبروك لمصر وللعالم العربي. مبروك علينا وعليكم. شكرا ونورتونا. هنختم مع حضرتك بقى بأغنية وردة اللي انت حطيت عليها التاتش بتاعك. يا قلبي من رادا كريدو. تفضل.